ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خلاف حول الماء ينتهي بجريمة قتل. تطور خلاف بين شخصين بقرية تفراون التابعة لجماعة دار بإقليم شفشاون يوم الاثنين إلى جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص من سكان المنطقة إثر تلقيه لطعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض. وحسب مصادر محلية فقد دخل الضحية وهو متزوج وله 3 أبناء في خلاف مع الجاني بسبب أحقية الانتفاع من مياه الري، سرعان ما تطور إلى شجار تلقى على إثره الضحية طعنات قاتلة على مستوى الصدر أردته مدرجا في دمائه. وذكرت ذات المصادر إلى أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان متأثرا بنزيف حاد.